الأضواء الكاشفة ستسلط على قمتين، الأولى في جدة حين يستضيف المتصدر الاتحاد الجابر بقميصه الأبيض مع مقاتليه في مواجهة إثبات الذات. العميد الاتحادي كله أمل في أن يتخطى عقبة الشباب ومواصلة الصدارة وعدم التفريط بأي نقطة أمام الكبار على أرضه. الاتحاد سيعتمد على محبيه الذين ستعلو أصواتهم في الجوهرة وفهد المولد الأبرز في خارطة الفريق لكي يحقق الأهم. هذا لن يحدث بسهولة أمام المتجدد الشباب الذي يسعى أن يلحق الاتحاد الخسارة الأولى ويواصل تألقه مؤخرا واستغلال مواقف مدربه الجابر مع الاتحاد. في الرياض قمة أخرى بين آخر فريقان حققا لقب الدوري، النصر بجماهيره والأهلي بمواقفه أمام منافسه. الفريق الأصفر سيكون أكثر حرصا بتحقيق الانتصار لمسح الصورة الباهدة واقتحام المنافسة من بوابة الأهلي، وسيدعمه عودة مهاجمه السهلاوي والهدوء الذي يعيشه إداريا هذه الأيام. الأهلي بجروس سيقاتل أن يعود لمعقله منتصرا ليؤكد تجاوزه عقبة جوميز. الأهلي يتسلح بمواقفه في المواجهات الأخيرة أمام النصر وسحر مهاجمه السومة، فمن سيرسم الابتسامة لمحبيه؟ أما أنها ستكون ليال هادئة.